فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للكعبين نصيب من الثوب؟ حيث إن بعض طلبة العلم يجعل ثوبه إلى نصف الكعب. الأمر سهل، المهم أنه ما ينزل عن الكعب. الحديث جاء أسفل الكعبين، أسفل الكعبين، أما ما كان من الكعبين فما فوق، هذا هو السنة، الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.